حبايب الغاليين، مساء الخير عليكم. مش كل الاشاعات اللي بتطلع عليها بطلع ارد عليها، ولكن دي اشاعه ما يتسكتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو اليوم هنشوف الفيديو اللي اتهموا فيه الفنان محمد رمضان بالشذوذ الجنسي، وأول تعليق من الفنان محمد رمضان على هذا الفيديو. رد الفنان محمد رمضان على هذا الفيديو وعلق لأول مرة، هنشوف التعليق وهنشوف الفيديو. بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. يعني انتصارا لجمهوري، وانتصارا لديني، وانتصارا لبلدي، وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه. فحسبي الله ونعم الوكيل في الورى هذه الحملة، مش عشان حاجة. رد الفنان محمد رمضان لأول مرة على انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهمه بالشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أنه لا يرد على الشائعات في الغالب، لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت. وأضاف محمد رمضان خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: حبايبي الغاليين، مساء الخير عليكم. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها، لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها. وتابع: انتصارا لجمهوري، وانتصارا لديني، وانتصارا ل... عشان خلاني ادخل اشوف الفيديو الصعب ده. الله يعرفك يا شيخ. جمهوري الغالي، محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، يركب فيراري، يركب ماكلارن، انما ولا مؤاخذة يعني ما يركبش راجل. بلدي، وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه، فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة، لكن عشان خلاني ادخل اشوف الفيديو الصعب ده. الله يقرفك يا شيخ. وكانت صفحات على المواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت محمد رمضان بانتشار فيديو مسيء نصب الى محمد رمضان مع احد رجال الاعمال. بكده يكون فيديو النهاردة خالص، انتظرونا في فيديو جديد.